طيب سريان كده سريان 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 بيقول لك شهر يناير هو الشهر العالمي للهوايات، وبما انه ممارسه الهوايات اللي احنا كلنا فظاع يعني انا رهيب يا جماعه في ممارسه هواياتي. بيقول لك ايه اكسير السعاده النهارده عايزه تقول لك ازاي تحدد الهوايه المناسبه ليك، ولو ما عندكش او مش عارف تحدد يعني بص بقى هتخرج النهارده عندك كميه هوايات جامده، بس دور على الحاجات اللي انت بتحبها وبتكون مستمتع وانت بتعملها وتكون متحمس ليها. لاحظ انت ايه الحاجات اللي بتميزك عن الناس التانية. انا عن نفسي فظيع كل حاجه بتميزني. بيقول لك شوف انت شاطر في ايه ودي هتبقى هوايه يا عم. ادي لنفسك فرصه تجرب حاجات كتير جدا في مجالات مختلفه وافضل كرر التجربه. اشي طبخ بقى، رسم، تصميم، العاب ذكاء وخلافه، بس ادي نفسك فرصه جرب. لو حسيت انك زهقان طهقان مش طايق ومش مستمتع يبقى تشوف حاجه تانية. ما الهوايه مش بالزق على فكره. لو اخترت هوايه وحبيتها ابدا اقرأ عن كل حاجه متعلقه بيها، ادخل على جروبس خاصه بيها على سوشيال ميديا، ادخل على يوتيوب وشوف الفيديوز بتاعتها وحاجات تعليمية عنها. لو في كورسز أو تدريبات تخليك يعني محترف فيها أكتر مفيش مشاكل، حوش جزء من الفلوس علشان تشتري بيه مستلزمات هذه الهواية. خصص وقت محدد للهواية وحاول تلتزم بيه سواء بشكل يومي أو أسبوعي. بذمتك كل واحد بيسمعني هوايتك إيه؟